يا كابتن سامي، مشرف ومنور كالعادة، وألف مبروك ربنا النهاردة. يخليك يا سيدي، الله يبارك فيك، كتر خيرك يا سيدي، شكرا. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله، أنا انت عارف عامل اليوم النهاردة أكيد مجهد وكان تعب كبير جدا، بس أداء الفريق النهاردة كان أداء مميز. الحمد لله، الحمد لله. طبعا نتيجة مهمة بالنسبة لنا، وكان مباراة مهمة خصوصا طبعا بعد إخفاق ماتش الهلال، فكانت مهمة بالنسبة لنا إن احنا نحقق 3 نقاط، لأن بطولة برضو مختلفة غايبة عننا بقى فترة طبعا، ومفيش حاجة غريبة جدا طبعا على علينا وعلى جمهورنا، فأعتقد الحمد لله إن قدرنا خصمنا بشكل كويس، ورجعنا ثقة لعبتنا تاني، ورجعنا ثقة جمهورنا فينا تاني، فأعتقد الحمد لله استعداد كويس برضو لقبل مباراة صن داونز، الحمد لله إجابات كتيرة جدا لمباراة النهاردة الحمد لله. عظيم جدا. السؤال اللي هسأله لك هو سؤال أول فني جدا. عادة احنا هنا كمصريين وكإعلاميين أو حتى محللين ومتابعين نقول دايما ثبات التشكيل يا جماعة، لازم التشكيل يبقى ثابت، لازم يبقى فيه شغل. حتى بيتسو موسيماني كان من المدربين اللي بيحبوا ثبات التشكيل، المدرب الأسبق للنادي الأهلي. الآن نرى النادي الأهلي بيغير 6 لاعبين عن المباراة الأخيرة أمام الهلال، والنادي الأهلي يقدم أيضا أداء جيد ويقدم أداء أفضل كمان. إزاي بتقدروا تجهزوا كل اللاعبين يبقوا بنفس المستوى؟ عادة اللاعب اللي بيجي من على الدكة لاعب جيد وكل شيء، بس عمره ما يبقى نفس مستوى الأساسي. الآن نشاهد في النادي الأهلي اللاعبين كلهم في مستوى واحد. أولا طبعا طبعا بيتكلم إن عنده ثقة في كل اللعيبة الموجودة، حاجة الحمد لله برضو من الحاجات الإيجابية اللي الراجل بيشتغلها. تاني حاجة بقى الإعداد البدني والإعداد الخططي والإعداد الذهني اللي الجهاز بيشتغل عليه عشان اللعيبة توصل لحالة بدنية وحالة ذهنية وحالة قبطية كويسة تقدر تشارك في المباراة. يعني النهارده زي ما انت قلت 6 تغييرات، لكن الحمد لله بيأدوا أداء مميز، سواء النهارده خالد مروان أشرف كهربا طبعا بيأدي كالعادة، يعني بيأدي أداء مميز. فأعتقد الحمد لله في قفشة بعد برضه بقى فترة يعني ما شاركش، فأعتقد الحمد لله كانت النهارده أداء مميز ليهم، وده بتدل برضه إن لعيبة النادي الأهلي في نفسها وفي قدراتها وفي امكانياتها، تقدر ترجع تستعيد توازنها تاني بسرعه، وده الاهم بالنسبه لنا ان شاء الله، يعني ان احنا نرجع تاني افضل ونقدر نحسن موقفنا طبعا في دوري المجموعات، ونقدر ان شاء الله نرجع تاني الطبيعه بتاع النادي الاهلي ونرجع ننافس في كل البطولات ونحقق كل البطولات اللي شايفينها. مارسيل كولر كان يتحدث دائما عن تحديثات في الخط الهجومي وتدعيمات في الخط الهجومي، هل الامور تحسنت الفتره الاخيره؟ شفنا الاهلي بيسجل في اكثر من مناسبه، هل في رضا دلوقتي على الشكل الهجومي للنادي الاهلي من جانب الجهاز الفني؟ الحمد لله طبعا النهارده بتسجل برضه 3 اهداف، 3 لعيبه مختلفين بيشارك برضه في يوم حسين بشكل ايجابي في 3 اهداف، فاعتقد الحمد لله دي من الحاجات برضه الايجابيه النهارده، اللي انت بتحاول الراجل يوجد حلول مختلفه بقى بلعيبه مختلفه. النهارده كهربا بيسجل، شريف كان بيسجل قبل كده، تاول كان بيشارك برضه بيسجل، فاعتقد الحمد لله برضه من الحاجات الايجابيه اللي الراجل بيشتغل عليها حلول مختلفه. قفشه بعد فتره كبيره برضه بيسجل الحمد لله، برضه من الحاجات الكويسه. عبد القادر بيواصل برضه تألقه، حسين الشحات كمان عامل اداء رائع جدا. انا بتكلم حسين اللي هو مشارك في 3 اهداف يعني ب3 اسيست النهارده برضه، الحاجات الايجابيه يعني نحاول، الراجل بيشتغل حاول يوجد حلول، واتمنى طبعا توفيق ربنا يبقى معانا دايما. في ميزه عبقريه عند النادي الاهلي اللي بنلاحظ فنيا، النادي الاهلي منذ بدايه الموسم عاده الاهلي كان مفاتيح لعبه دائما من الناحيه الشمال، الناحيه اللي فيها علي معلول واي حد قصاده. الان نرى مفاتيح لعب عديده للنادي الاهلي ناحيه اليمين، حتى لو الاسماء اتغيرت، محمد هاني، اكرم توفيق، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بقت جبهه خطيره جدا يا كابتن سامي الفترات الماضيه اشتغلتوا عليها بشكل رائع جدا. الحمد لله، هو مفاتيح لعب النادي الاهلي كل اللعيبه اللي موجوده يعني بالنسبه يعني النهارده، يعني لما شناوي النهارده بيشارك بشكل كبير ويحرم ويصد ضربه جزاء في وقت مؤثر، اعتقد برضه مفتاح لعب يعني حاجه ايجابيه اثرت في نتيجه المباراه. مين عن بتولي واشرف وخالد والنهارده مروان وقفشه وحسين وحتى كل الناس اللي بتشارك بعد كده، فاعتقد كل لعيبه الاهلي بتفتح لعيبه كثيره، وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم وجمهورهم وعندهم ثقه كبيره جدا فيهم، ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون احسن منهم، محتاجين بس الثقه من جمهورنا ودعم كالعاده. النهارده اللي بشكر جمهور النادي الاهلي برضه
على الدعم الكبير النهارده اللي بيدوني الفرقه. يمكن دايما الراجل بيتكلم في نقطه ان الجمهور ده مهم جدا بالنسبه لنا، بعد ربنا بيبقى داعم كبير لينا وسند كبير لينا، بيدينا ثقه وبيدينا قوه واصرار ان احنا نقدر نأدي أداء أحسن ونحقق مكاسب أكبر. فأعتقد الحمد لله الفترة الجاية أتمنى إن شاء الله يكون في جمهور كتير، خصوصا المباراة الجاية محتاجينهم جدا جدا يعني الفترة اللي جاية دي يعني. على ذكر محمد الشناوي، بعض اللوم أو العتاب من جماهير النادي الأهلي لمحمد الشناوي في المباريات الأخيرة، وفي كل مرة محمد الشناوي يعود أفضل ويتحسن، والراجل متصدي ليه 5 ضربات جزاء من آخر 8 سددوا على النادي الأهلي بأداء رائع جدا. محمد الشناوي موقفه إيه في اللوم، مش عايز أقول الانتقادات، حتى اللوم اللي من بعض جماهير النادي الأهلي ليه في الفترات الأخيرة، أنتوا بتتعاملوا مع محمد الشناوي إزاي؟ بص، اللوم ده دي حاجة طبيعية، طبعا حاجة طبيعية يعني، لكن خلينا نتفق إن في إن الكورة لعبت أخطاء ودي طبيعي. النهاردة أنت بتتفرج على قمة النهاردة ريال مدريد وليفربول، النهارده حارسين كبار كورتوا يعني أليسون الاثنين غلطوا طبعا، ودي وارد يعني، لكن ان انت ترجع تاني ان انت تستفاد من الاخطاء اللي انت بتقع فيها. فالنهارده اعتقد الحمد لله الشناوي من الشخصيات القويه اللي عندها خبرات عندها قدرات عندها ثقه كبيره في نفسه، فالنهارده حاجه طبيعيه ان هو يرجع تاني ثقته في نفسه تاني ورجع ثقته بجمهوره تاني. لكن خلينا نتفق ان الاخطاء دي وارده في كره القدم. هل بقى مع الاخطاء دي الجهاز الفني فعلا طلب ضم حارس جديد؟ عشان ده الكلام اللي كان موجود في كل حته في الاعلام الفتره الاخيره. يعني طبعا حاجه غريبه جدا يعني لما يكون عندك الشناوي ويكون عندك علي لطفي ويكون عندك شوبير ويكون عندك حمزه وعندك مصطفى مخلوف في المنتخب 2003 وجون من الاجوان ان شاء الله هيبقى لها دور كويس جدا في النادي الاهلي. اعتقد يعني مين افضل في الدوري من الناس اللي موجوده دي؟ لا بصراحه يعني انا اتفق معاك. اعتقد لا، الكلام صعب، ملوش اسم من الصحه خالص. كابتن سامي، عايز اسالك على 2 تحديدا، برونو سافيو وايمن اشرف، هل هنشوفهم مع النادي الاهلي بيشاركوا في اطار هذا الموسم، ولا برونو سافيو وايمن اشرف خارج الحسابات؟ لا طبعا، بالعكس يعني خلينا الاول نقول ايمن اشرف من الناس اللي له تاريخ كبير جدا ورصيد كبير جدا في النادي الاهلي. يمكن فتره الاصابه اللي اثرت عليه شويه يعني، يمكن اللاعب يعني جه متاخر فتره اعلان من عمل برضه الفحوصات اللي في المانيا وتاخرت شويه يعني، يمكن الفتره اللي فاتت دي بيتمرن بشكل كويس قوي قوي قوي، ودوري طويل جدا، دوري يعني انت احنا بنشارك بطولات كبيرة جدا، عندك كان عندك ضروري وعندك 2 كاس وعندك سوبر وعندك كاس عالم اندية وعندك بطولة افريقيا، بطولات كبيرة محتاجين لكل اللعيبة ومحتاجين خبرات ايمن جدا يعني. الراجل الفترة اللي فاتت يعني بيتكلم اللعيبة ان شاء الله بيرجع واحدة واحدة وان شاء الله يكون له دور الفترة اللي جاية يعني. برونو طبعا شارك معانا في الفترات الاولانية وكان عنصر مهم جدا، من اكثر اللعيبة اللي لعبت في الفترات اللي قبل كاس العالم وساعدنا كتير جدا سواء في الدوري او في بطوله السوبر. كل الاصابات اللي حصلت لي قبل كاس العالم الراجل ما كانش في جاهزيه فنيه قبل كاس العالم، يمكن لما رجعنا بعد كاس العالم برضه رجعت اصابه تاني في ركبته، اتمنى ان شاء الله يرجع منها سليم وان شاء الله يرجع تاني ينافس زمايله تاني ويبقى ليه ان شاء الله دور كبير في الفريق. كابتن سامي، كجهاز فني راضيين عن اداء النادي الاهلي او مشاركته في كاس العالم للانديه الاخيره؟ يعني من الناحيه الفنيه طبعا اعتقد ان احنا عملنا اداء مميز يعني. دي يثبت ان النادي الاهلي طبعا عنده لعيبه كويسه وعنده قدرات كويسه وعنده خبرات كويسه، يمكن في فترات بس في اخر مباراه بالنسبه لنا ما كانتش احسن حاجه، لكن اعتقد الحمد لله يعني قدمنا صوره كويسه جدا للكره الافريقيه والكره المصريه. الاشاده اللي حصلت من كل الفرق اللي احنا لعبناها يعني سواء ريال مدريد او فلامينجو او الفرق اوكلاند او سياتل او كل الفرق دي اعتقد الحمد لله كان مردود كويس، ما حققناش زي السنه اللي فاتت لكن دي خبرات بناخدها، واعتقد ان شاء الله لما تبقى في شركات ثانيه اعتقد لعيبتنا خدت ثقه كبيره جدا لما تعمل مباراه كبيره قدام ريال مدريد وتوصل لحد الدقيقه الاخيره 2-1 بس وكان ممكن عندك فرص كنت ممكن تحسمها يعني. ماتش في المانكو برضه نفس القصه كان طبعا، هي دي برضه بتبقى فرق الخبرات برضه، انت بتتكلم في لعيبه
برضو يعني مستوى ليفل كبير جدا، يعني انت التفاصيل لحد اخر وقت، يعني اعتقد ان الحاجه دي النهارده ليفربول بيخسر 5-2 من ريال مدريد، اعتقد ان الخبرات نقدر نستفيد بيها. انا وانا بتفرج على المباراه كابتن سيد بكتب حتى على تويتر بقول يا جماعه هو مش يعني انت تقدر تلعب قدام ريال مدريد ماتش كويس بس في الاخر هتشيل سكور عادي عشان هم جبابره، يعني اللعيبه ما هو اه مش طبيعيين، يعني هي دي القدرات اللي يعني دي فرق بقى اللعيبه. النهارده لما تلاقي مثلا بنزيما بيسجل هدفين، جونيور بيسجل هدفين، فطبعا دي حاجات لعيبه يعني قدرات فرديه بتقدر تحسب مباريات، يعني عشان كده هم لعيبه سعرها عالي جدا. يعني بعد مباراة كابتن اسامه، بعد مباراة الهلال اصوات كتيرة ومنهم انا بصراحة قلت انه لازم الاهلي وحتى الزمالك يبداوا يلعبوا مباريات كتير في الدوري بالنهار عشان ناخد على اللعب بالنهار. انتوا النهاردة لعبتوا مباراة قدام اسوان بس هي ممكن تبقى مباراة او مباراتين بالكتير في الموسم تلعبوهم بالنهار. هل انت مع الفكرة دي انه الاهلي يلعب مباريات اكتر بالنهار عشان احنا دايما لما بنيجي نروح في افريقيا بتبقى المواجهات كلها بالنهار؟ ماشي، يعني اتفق معاك في حاجات وحاجات تانية. لا يعني يا ريت وضح. يعني احنا النهارده ما احنا لعبنا ساعتين وكسبنا وعملنا اداء مميز، يعني لكن في ظروف معينه بتبقى برضو مختلفه. انت برضو ساعات في افريقيا بتصادف اللي انت بتبقى عكس بلاد كتيره، يعني اوقات كتيره جدا انت مثلا بتبقى عندك شتاء والبلاد تانية زي مثلا صن داونز يعني عندهم شتاء معكره، يعني تقدر يعني الظروف دي بتبقى صعبه اللي انت تتكيف فيها لان دي حاجه غصب عنك يعني. لكن في الاخر مباريات اعتقد يعني لازم تبقى برضو كل فتره تقدر تلعب ماتش، فاعتقد دي حاجه كويسه صحيح. مش حاجه سلبيه يعني. صحيح. الموقف العظيم النهارده، الموقف الانساني العظيم، الطفل اللي طلب يا موجود في غرفه خلع ملابس النادي الاهلي للقاء لاعبي النادي الاهلي، والصور العظيمه اللي طلعت، وانا بحسب معلوماتي عارف كمان انه التواصل كان او يعني الاتصال حصل من خلال حضرتك مع اسره الطفل والطفل نفسه. موقف كان عظيم جدا يا كابتن سامي كعاده النادي الاهلي. يعني بص انت قلت في الاخر ايه كعاده النادي الاهلي، هو اولا يعني دي حاجات كتيره جدا بتحصل في النادي الاهلي، يعني مش حاجه غريبه جدا. يمكن النهارده هي حظه حلو بقى، هو يعني نيته كويسه ولد، يعني ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه. النهارده اللي يبقى بالشكل دوت وانت تعمل عيد ميلاد في اوضه اللبس، دي حاجه بتدل ان النادي الاهلي دايما سابق، النادي الاهلي دايما بيقدم حاله يعني الحاجات الانسانيه دي رائعه جدا. ان انت تجبر خاطر الناس وتجبر خاطر الناس بتحب لعيبه النادي الاهلي، وبالنسبه لها النادي الاهلي دي حاجه كبيره، دي حاجه انسانيه، دي دور من ادوارنا، من ادوار ان احنا كجهاز، ادوار النادي. يمكن دي مش حاجه غريبه عليه، يمكن برضو الكابتن النهارده امبارح كان بيشارك في مستشفى القلب بتاع الدكتور مجدي يعقوب، برضه رساله كبيره جدا من الكابتن ومن النادي، من النادي الاهلي دايما بيراعي الحاجات الانسانيه والحاجات الاجتماعيه. النادي الاهلي مؤسسه كبيره، مش رياضه بس يعني. اعتقد النادي الاهلي بيوري الناس، بيوري الادارات، بيوري مجالس الادارات ان الرياضه هي دي اسمى حاجه موجوده. لازم الناس تبقى فيها تسامح، ولازم يبقى فيها ود، ولازم يبقى فيها حب، ولازم يبقى فيها حاجه زي ما انت الناس دي بتبقى بتشجعك، انت مهم جدا برضه ان انت تسعد الناس الثانيه. اعتقد ان النادي الاهلي دايما سابق، واتمنى ان شاء الله بكل النوادي تعمل كده زي ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي، انا بهنيك وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.